السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. اليوم لدينا تذاكر طيران من الجزائر إلى تونس ذهاب وإياب. الرحلة الأولى تنطلق من المطار الجزائري الدولي على الساعة 8:10 صباحا بتوقف واحد للطائرة. سوف تصل إلى مطار تونس أو قرطاج الدولي، سوف تصل على الساعة 8:30 مساء. فيما يخص رحلة الإياب، سوف تنطلق من مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية على الساعة 12:15 منتصف النهار، وسوف تصل إلى العاصمة الجزائرية ومطار الجزائر الدولي على الساعة 1:35. سعر التذكرة 6,900,000 سنتيم، أي ما يقارب 69,000 دينار. كما توجد ب7,000,000 سنتيم، وتوجد أيضا ب7,200,000 سنتيم، وتوجد أيضا ب7,300,000 سنتيم. فيما يخص التذكرة الثانية ذهبا وإيابا، سوف تنطلق الرحلة من مطار الجزائر الدولي على الساعة 7:15 مساء على متن الطيران الجزائري إيراجيري. سوف تستغرق الرحلة 25:15 بتوقفان للطائرة، وسوف تصل في الغد من ذاك على الساعة 8:30 مساء إلى مطار قرطاج الدولي. فيما يخص رحلة الإياب، سوف تنطلق من مطار قرطاج الدولي على الساعة 12:15 مساء على متن الطيران التونسي تونيزيار، وسوف تستغرق الرحلة 1:20، وسوف تصل إلى مطار الجزائر الدولي على الساعة 1:35 مساء. سعر الرحلة هو 73,863 دينار جزائري. فيما يخص الرحلة الثالثة، سوف تكون على متن الطيران الجزائري إيراجيري ذهابا، وسوف تنطلق من مطار الجزائر الدولي على الساعة 14:45 مساء. سوف تستغرق الرحلة 5:45 بتوقف واحد للطائرة، وسوف تصل لمطار قرطاج الدولي على الساعة 8:30 مساء. فيما يخص الإياب، سوف تكون الرحلة على متن الطيران التونسي تونيزير، وسوف تستغرق الرحلة 1:20. سوف تنطلق على الساعة 12:15، وسوف تصل إلى مطار الجزائر الدولي على الساعة 1:35. سعر هذه الرحلة ذهبا وإيابا هي 74,221 دينار جزائري.